الإشعار ليس أوبليغات. انتخابات هذه السنة ستشكل تحديا حقيقيا، لأنها ستنظم بشكل لم يسبق للمغرب أن شهده إطلاقا، وهي انتخابات هذه الطريقة لا تنظم إلا في الكثير من الدول العريقة في المجال الديمقراطي والدول المتقدمة، حيث ستنظم الانتخابات الجماعية والانتخابات الجهوية والانتخابات التشريعية كلها في يوم واحد وفي لحظة واحدة. وهذا يعني أنه هذه الانتخابات ليست سهلة، إنها انتخابات معقدة، لأنه على مستوى الجماعات مثلا نحن نعرف بأنه هناك انتخابات جماعات تأخذ بالاقتراع الفردي، هناك جماعات تأخذ بالاقتراع اللائحي، وهناك جماعات تأخذ بالاقتراع اللائحي مع نظام المقاطعات، بالإضافة إلى الانتخابات الجهوية ثم البرلمان بلائحته المحلية والجهوية، وهذه انتخابات جد معقدة. ولكن يمكن القول بأنه بالرغم من أنها تشكل تحديا حقيقيا، الإدارة المغربية والأحزاب السياسية المغربية طورت قدرات كبيرة جدا، بحيث أنها استطاعت أن تتأقلم لحد الآن مع هذه الوضعية، والاستعدادات كل الاستعدادات التي تجري تؤكد على أساس أن هذه الانتخابات ستجري في ظروف عادية، وأنه بطبيعة الحال قدرات الفاعلين قادرة على أن تجعلها كذلك. التنوع أو التحول الحقيقي أيضا هو عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بالنسبة لهذه الانتخابات، إذ بلغ عددهم 17,595,000 ناخب، وهذه بطبيعة الحال كتلة ناخبة مهمة جدا، سيكون عليهم غدا الاختيار على مستويات متعددة. وكل هذه الكتلة الناخبة يجب أن نعرف بأنه نحن اليوم في المغرب نعرف عدد الشباب في هذه اللوائح من 18-24 سنة كم عددهم، نعرف يعني نوعا ما كافة الشرائح الديموغرافية للمواطنين المغاربة، نعرف عدد تواجدها في هذه اللوائح. وما هو إيجابي أيضا أن كل ما يتعلق بعملية التسجيل في اللوائح، كل ما يتعلق بهذه الانتخابات، المعلومات المتعلقة به هي متاحة للعموم. انتخابات 2021 www.election.ma هذا معروف، فيه كل المعلومات المتعلقة بالانتخابات. التحدي الآخر وهو أن هذه الانتخابات عرفت بعض المستجدات، فمثلا على مستوى التشريعي كانت هناك اللائحة الوطنية في الماضي، هذه اللائحة اختفت لأسباب أولا مرتبطة بالديموغرافية بعيدة كل البعد عما هو السياسي، يعني أنه الآن المواطنون سيكون عليهم إجراء انتخابات على المستوى المحلي بالنسبة للدوائر المحلية في انتخابات التشريعية. عندما نقول الدوائر المحلية معناه أن كل عمالة تشكل دائرة انتخابية، وأيضا في نفس الوقت سيكون على المواطنين التصويت على مستوى الدوائر الجهوية. الدوائر المحلية تشكل بطبيعة الحال 305 من المقاعد، والدوائر الجهوية تشكل 90 مقعد لكي يكتمل النصاب المخصص لمجلس النواب وهو 395 مقعد. للإشارة فقط، في هذه الانتخابات البرلمانية هناك أمور تفرض أن تكون النساء ممثلة على المستويات المتعددة، ففي اللوائح الجهوية من الضروري أن تكون المرأة الأولى والثانية أن يكون نساء، يعني المترشحة وكيلة اللائحة والثانية أن يكون نساء، أن لا يقل عدد النساء في اللوائح الجهوية عن ثلثين. وإذا نحن أخذنا بعين الاعتبار أن الكثير من الأحزاب السياسية لم تقدم ترشيحات كثيرة للذكور في هذه اللوائح، سنعرف بأنه في انتخاب هذه اللوائح الجهوية ستفرز لنا عدد نساء أكثر من 60 بالنسبة للبرلمان، ناهيك عن أن المشرع شجع الأحزاب السياسية على أن تقدم النساء أيضا على مستوى اللوائح المحلية. وهذا ما يؤكد على أساس أنه الآن لا نستطيع أن نتكهن بعدد النساء اللواتي سيكون في البرلمان المغربي، ولكن سيكون عددهن أكثر من الانتخابات الأخيرة في الماضي، لأن المشرع يعمل الآن جاهدا على الانسجام مع مقتضيات الدستور التي تذهب إلى المناصفة. بطبيعة الحال لا نستطيع أن نحقق المناصفة اليوم، الآن يمكن أن نقول بأنه نحقق الثلث، ولكن لي اليقين أنه في الانتخابات المقبلة سيكون لزاما علينا أن تكون اللوائح فيها المناصفة. أستاذ، بغينا نعرف شحال من حزب هو مقدم اليوم باش يترشح غدا إن شاء الله، ثانيا الدولة المساهمة ديالها في الحملة الانتخابية، ولاحظنا أيضا على أن في هذه الحملة الأحزاب أكدت على نقطتين، الأولى هو الشباب والمشاركة بكثافة في الانتخابات.
صحيح ان الدوله وفرت اولا اموال كثيره بالنسبه لهذه الانتخابات، 340 مليون درهم موزعه بين الانتخابات المحليه والجهويه والانتخابات البرلمانيه، هذا كدفعه اولى للاحزاب السياسيه، مع العلم ان الاحزاب ستحصل على دفعه ثانيه بناء اولا على عدد النساء اللواتي سيتم ترشيحهن بالاخص بالنسبه للائحه المحليه واللوائح يعني اللوائح الاخرى المعتمده في المغرب، سيتم اعتماد ايضا هل تم ترشيحه او انفتاحه على المغاربه المقيمين بالخارج على عدد بناء على عدد الاصوات بناء على عدد المقاعد، وهذا سيمكن الاحزاب من تمويلات اضافيه مهمه برسم هذه الانتخابات ولكن ايضا بين الولايتين الاثنتين، وهذا مهم تتنافس حوله الاحزاب السياسيه وهو امر معقول. الاحزاب السياسيه ايضا تلقت الرسائل التي بعثها المشرع خاصة فيما يتعلق بالشباب، ولكن في داخل الشباب هناك نساء أو الاهتمام بالعنصر النسوي الذي هو شاب أقل من 40 سنة، وهذا تحول نوعي لدرجة أنه في بعض الجامعات القروية في المغرب اليوم التي يعني البعيدة نجد بأنه هناك الاهتمام أيضا بالعنصر بالشباب بالأخص الشابات، وتحضرني جامعة التامدة في إقليم سيدي بن نور التي رشحت شابات يعني مواليد سنة 2001، معناه أنها شابة صغيرة ازدادت يعني في مناخ لم تعرف سنوات لا الاستقلال ولا أي شيء، وهي انفتحت وتعيش مناخ دستور 2011، وبالتالي ستكون مؤهلة إذا ما تم انتخابها للدفاع عن المواطنين. والميزة الأساسية لأغلب اللوائح الانتخابية لا على مستوى البرلمان لا على مستوى الجهوي لا على مستوى المحلي هو حضور الشباب، نسبة كبيرة كوكلاء لوائحهم شباب بالإضافة إلى الأعضاء هؤلاء حديت ولا حرج وكما قلت بين الجنسين. الأمر الآخر الذي دعت إليه الأحزاب السياسية والكل مطالب بأن ينخرط فيه هو المشاركة. نحن نعلم بأن الانتخابات في المغرب الدولة توفر لها كافة الإمكانيات وكافة الوسائل بما في ذلك قرب مكاتب التصويت من المواطنين. يمكن أن نضيف أيضا الدولة تسهل الآن على المواطنين عن طريق إشعارات بمكاتب التصويت لمساعدة المواطنين من أجل أن يعرفوا المكتب ويعرفوا رقم الترتيب داخل اللوائح الانتخابية ويعرفوا يعني مكتب التصويت إلى غير ذلك، مع العلم أن المواطنين يمكنهم أن يستغنوا عن هذا الإشعار وعن طريق رسالة بسيطة إلى الرقم 2727 يمكن أن يخبر المواطن في أي وقت وحين بمكتبه يعني مقر الدائرة وبكل الأمور المتعلقة بالانتخابات، وكل هذه كما قلت تحولات حقيقية ونوعية بالنسبة للانتخابات. أريد أن أضيف أمرا أساسيا، الانتخابات أو الحق في التصويت هو حق مرتبط بالإنسان وهو حقوق من حقوق الإنسان التي لا يمكن للإنسان أن يتخلى عنها، هو ثمرة للنضال الناضل من أجله الكثير من شرفاء الإنسانية، وبالتالي الإنسان عندما يذهب إلى مكتب التصويت فمعنى ذلك أنه يعبر أولا عن إنسانيته ويعبر أيضا عن حق أنه غير ويعبر عن حق له ويعبر أيضا عن أنه غير مستعد للتخلي عن هذا الحق. نعم أخيرا أستاذ، كيفاش غادي تتم العملية ديال النتائج غدا إن شاء الله؟ لابد من التذكير بأنه نحن في المغرب وهذه ميزة أساسية ربما للمغرب كسائر الدول الديمقراطية ولكن المغرب يتشبث بها، وهو أن العملية الانتخابية في المراحل الأساسية والمهمة يؤطرها القضاء كسلطة مستقلة، بمعنى أن القاضي هو الذي يترأس اللجنة الإدارية المكلفة بتسجيل الأشخاص في اللوائح الانتخابية. عملية الانتخابات سيشرف على عملية الإحصاء بمعنى المرحلة الحاسمة فيها يشرف عليها قاضي. الأشخاص الذين يريدون أن يطعنوا في الانتخابات يلتجئون إلى القضاء، وهذا مكون أساسي لكي يعرف الناس بأن النزاهة هي مضمونة وأنها موكولة إلى جهاز مستقل في إطار توازن السلطة المعروف في المغرب. العملية الانتخابية في المغرب بطبيعة الحال هذه السنة ستكون بعض الشيء معقدة، وهذا سيثقل بظلاله على كاهل رؤساء مكاتب التصويت وعلى الكتاب الذين سيكونون في مكاتب التصويت، إذ سيتم الإحصاء أولا انتخابات على المستوى المحلي وبعد ذلك بالنسبة للجهة اللوائح المخصصة بالجهة سيتم إعادة إحصائها من أجل معرفة النتائج على المستوى الإحصاء،
يعني فقط للتذكير ولتبيان الصعوبه، في بعض الاحيان قد يكون التصويت سليما على مستوى الجماعات، وقد يكون التصويت غير سليم بمعنى البطاقه ملغات على المستوى الجهوي، فهذا ايضا يفرض صعوبات كثيره على الاشخاص الذين يشتغلون. نفس الشيء بالنسبه للانتخابات التشريعيه، يجب احصاء الاصوات الخاصه بالدوائر المحليه ثم بعد ذلك الانتقال الى الدوائر الجهويه، وكل هذه تعقيدات، ولكن يبدو لي بأن الاستعدادات التي اتخذت لهذه الانتخابات ستسرع من عملية بطبيعة الحال إنجازها. لابد من الإشارة أيضا، وهذه خاصية تميز الانتخابات في المغرب، أغلب الأحزاب السياسية يكون لها ممثلين في مكاتب التصويت، وهؤلاء الممثلون يتابعون هذه الانتخابات ويعودون لمقرات الأحزاب، يعودون بمحاضر التي تعطى لهم قانونيا وهي من حقهم يعودون بهذه المحاضر، والأحزاب السياسية تقوم عمليا عادة بعملية الإحصاء قبل أن تبدأ عملية الإحصاء الأخرى الرسمية، وعادة النتائج تكون لدى الأحزاب السياسية، وهذا بطبيعة الحال ميزة للديمقراطية في المغرب، تكون النتائج لدى الأحزاب السياسية حتى قبل أن يعلن عنها رسميا. لكن وزارة الداخلية لها أدية ديالها و الانترنت ديالها والمعلومات ديالها باش تخدم كذلك لإعطاء في ظروف جيدة النتائج. أكيد أن وزارة الداخلية في المغرب هي، وهذا أخذته على عاتقها منذ سنوات، هي أولا أن تخبر على مدار اليوم بنسبة المشاركة، في تقريبا على رأس كل ساعة أو رأس كل ساعتين يخبر المواطنون ويخبر الجميع بنسبة المشاركة وتطور نسبة المشاركة إلى نهاية اليوم. ثم أيضا في إطار الأنترنت اليوم، هذه الشبكة التي تمنح فرص كثيرة، وزارة الداخلية أيضا أعدت الكثير من الأمور التي ستيسر وتسهل عملية الإحصاء، وستيسر أيضا عملية إرسال النتائج على المستوى المركزي وتمكين جميع المواطنين منها. وكما قلت، هذا يدخل في التحديات الأساسية. لابد من أن أضيف بأن الانتخابات في المغرب هي حرصا على شفافيتها يتتبعها عدد كبير من الملاحظين، لا بالنسبة للملاحظين الذين يعينهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولا بالنسبة للملاحظين الذين يمثلون النسيج الجمعوي، وأيضا في المغرب يعطى الحق للكثير من السفارات والبعثات الدبلوماسية من أجل أن تتبع الانتخابات. ثم لا يجب أن ننسى أنه انتخابات في المغرب كدولة أو كانتخابات متميزة تحظى أيضا بتتبع العديد عدد مهم من المنظمات الدولية التي تحج إلى المغرب من أجل الاطلاع على خصوصيات الديمقراطية في المغرب.